بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل بإذن الله مع بعض صفحة 27 في كتاب الشرح والتدريبات. طبعا ده عبارة عن إيميل من أمير، يبقى اللي كتبه أمير جمال، إلى جوليان بيير. طيب الموضوع بتاع الإيميل هو إيه؟ بروجي دو فاكانس. بروجي دو فاكانس يعني مشروعات الأجازة. طيب يبقى أمير باعت بيقول بونجور جوليا ان ايجيبت في مصر لي فاكونس دو تي اجازة الصيف كومونس بتبدا ان جوان في يونيو دابيتود عادة بندون لي تروا موا اثناء الثلاث شهور يبقى الاجازة ثلاث شهور هنا جو في على مير انا اذهب الى البحر أرجادة في الغردقة مي سات اني ولكن هذا العام جو في الي شرم الشيخ سوف اذهب الى شرم الشيخ افيك مي كوبان مع اصدقائي نبيل اي سامي نبيل وايه وسام لا لاحظ ان لا عليها اكسون جراف فهنا لا معناها هناك ده ظرف مكان ممكن نسأل عنه بأو on peut faire نستطيع ممارسة ديسبور نوتيك الرياضات المائية نستطيع ممارسة ديسبور نوتيك الرياضات المائية ايه هي الرياضات المائية بلونجي الغطس ناتاسيون سباحة كيت سيرف اللي هو الطيران الشراعي J'adore le kit surf, انا بعشق الطيران الشراعي parce que ce me donne de l'aventure لان هذا يعطيني المغامره pour faire ce sport لممارسه هذه الرياضه j'ai besoin de planche et de maillot de bain بحتاج لوح تزلج وزي بحر Je passe la soirée, انا بقضي السهرة, je passe la soirée à faire de randonnée في ممارسة التنزه à la plage على الشاطئ أو à rester dans les cafés أو البقاء في الكافيهات en ville في المدينة à minuit في منتصف الليل Je rentre à l'auberge. أعود إلى فندق أو فندق الشباب أو بيت الشباب. أو جي لوج حيث أقيم. كلمة لوج جاي من كلمة لوجمون إقامة. Avec mes copains مع أصدقائي. Je t'invite أنا بدعوك. À passer le mois de juillet لقضاء شهر يوليو. Avec nous معنا. Tu te plaisantes. أنت ستسعد بليزونت ده فعل بليزونتير يعني يشعر بالسعادة أو يسعد تعالوا نحلوا مع بعض أمير انفيت جوليانا باسير طبعا تروا موا ثلاث شهور ولا ان موا شهر ولا تروا موا ثلاث شهور ولا دو موا ولا ان سومين طب نرجع هو قال له أنا بدعوك لقضاء شهر يبقى هنا هختار ان موا يبقى امير دعاه لقضاء شهر في مصر امير باس لا سواري امير بيقضي السهره في ها انا جاي في السباحه ولا افير دو كيتسر في ممارسه الطيران الشراعي ولا اسي برومونير هي دي بقى اسي برومونير في التنزه بيعمل روندوني في رقم ثلاثة ساتني هذا العام امير فا أمير حيروح فين؟ شرم الشيخ مش حيروح فرنسا مش حيروح الغردقة مش حيروح الكامباني الريف لا ده هو السنة دي رايح شرم الشيخ بور فير دو كيت سيرف لممارسة الطيران الشراعي أو التزحلق على الماء بالطيران الشراعي أو بالشراع إلفو يجب طيب أنا شو سير دو سبورت حذاء رياضي ولا كوردن كاسك حبل وخوذة ولا بلونش هي دي لوح خشبي للتزلج على الماء ولا انفيلو في تي تي اللي هو الدراجات في الطرق الوعره
رقم خمسة لو كيت سيرف كيت سيرف سي تنس بور انها رياضة ايه؟ نوتيك طبعا مائية مش كلاسيك مش براتيكي افي كام فيلو مش كولكتيف جماعية يبقى اخد بالي انها مش كلاسيك مش تقليدية مش بتمارس بدراجة مش جماعية هي رياضة نوتيك اللي هي رياضة مائية. في القطعة الثانية سالي فريد اهلا فريد جو سو كو تيانغ غاند ناجور انا عارف ان انت سباح كبير بون كوراج تشجع تي في افيك ان فامي سبورتيف انت بتعيش مع عائلة رياضية تون بير والدك جو او تنس بيلعب تنس اي تا مير والدتك اي تام باسكاتوز لاعبة باسكت بروفيسيونيل محترفة مو اوسي انا ايضا اوني ان فامي سبورتيف احنا بنكون في عائلة رياضية في عطلة نهاية الاسبوع جو في او كلوب انا اذهب الى النادي افيك ما فامي مع اسرتي مي بارون والدي ما سيغ اختي اي مون بيتو فرير واخي الصغير شاكان كل منا شاكان يعني كل واحد شاكان كل واحد بريبار سوز ايكيبمون بيعد اجهزته ايساتيني وزيه بور فير سون سبور بريفيري لممارسه رياضته المفضله مي بارون والدي ابورت لور راكيت بيحضروا مضاربهم اي لي بال دو تينيس وكورت التنس ما سير اختي ماريون ابورت سون مايو دو بان تحضر زي البحر مون فرير جوليان اخويا جوليان ابورت لو كيمونو بور لي كور دي دو جيدو لحصص الجودو موا انا جي ادول لو سيكليسم اعشق الركوب الدراجات بيان سور بالتاكيد جابورت ما بسيكليت احضر دراجتي اي لو كاسك والخوذه انا لون ذاهبا الى النادي فهنا ده فيرب الي حط في زمن هنا اسم الفاعل وده بيدل على الحدث نفسه اللي بيحصل يبقى فيرب الي هنا بمعنى ايه يذهب اول سؤال عندنا مكتوب فريد فريد براتيك بيمارس طيب فريد بيمارس ايه بالنسبة لي طب ده جران ناجير ده سباح كبير جران ناجير يعني سباح كبير يبقى على طول بيمارس الناتاسيو السباح طيب بنوا في بنوا في تريبيان بنوا في تريبيان يعني بنوا بيمارس جيدا بيمارس جيدا ايه ها فيلو ولا سكالات تسلق الجبال ولا سيكليسم ولا جودو طبعا هي سيكليسم لان بنوا اللي كتب الموضوع قال ده انا احضر درجاتي وبمارس السيكليسم خلاص يبقى هي سيكليسم رقم 10 بور فيردو سيكليسم لممارسة ركوب الدراجات يلزم ايه بسيكلات دراجة يلزم بسيكلات دراجة ولا راكت مضرب ولا فولون كرة ريشة ولا مايو دو بان طبعا هي بسيكلات لي بارو دو بنوا فون والدي بنوا ها بيحضروا بقى الراكت بتاعتهم ومضارب التنس يبقى هم بيمارسوا تنس طيب لا فامي دو بنوا عيلة بنوا بتتكون من كام شخص طبعا هو قال اخ واخت وهو يبقى سان بيرسون عشان والده ووالدته بور فير عشان والده ايه ووالدته بور ها معانا هي صوره بور فير لا بور براتيكي بور براتيكي سونس بور بريفري لممارسة رياضته المفضلة جوليان هو جوليان ده طبعا اخوه بيمارس الكيمونو الجودو ها يبقى هو طبعا محتاج كيمونو عندنا اللي هي طبعا ايه رياضة الجودو تحتاج زي الكيمونو اللي هو بتاع الكاراتيه والايه والجودو بالنسبة للمواقف عندنا اول حاجة فوفوز انفورمي انت بتستعلم عن معاد التدريب فبتقول ايه بستعلم عن معاد التدريب هقول التدريب بيبتدي كذا
ده إجابة. أنا هدور على علامات الاستفهام طالما يستعلم وأنا اللي بقول. اتنين سؤال، أين؟ لا ده مكان. أكلوغ، يبقى هي دي بتاعت الميعاد، يبقى أكلوغ. طيب فوفوز انفورمي، أنت بتستعلم عن مكان، كلمة ليو يعني مكان التدريب، استعلم عن مكان التدريب، فبقول إيه؟ طب أنا عايز أسأل عن مكان، يبقى التدريب سيو، أين؟ فين التدريب؟ طيب فودي موندي، انت بتسأل صديقك عن رياضته المفضلة، بتسأله عن رياضته المفضلة. هو هيقول، ها طبعا هيقول جو في دو باسكيت اي دو تينيس، يعني بمارس الباسكت والايه والتنس. طيب في رقم اربعة، في رقم اربعة، فوفوز انفورمي، انت بتستعلم عن عدد اللاعبين لفريق كرة القدم، تستعلم، يبقى انا عايز سؤال، عندي علامتين استفهام اهو، يبقى كومبيان دو جواغ اليا لو كوب دو فوتبول، يعني كم، ها كم لاعب في فريق كرة القدم. رقم خمسة، فو فو الا فوتر مي، صديقك سان فورما، صديقك بيستعلم سير فوتر ايكيب بريفري، عن فريقك المفضل، فهو بيقول طبعا هو هيقول وهو اللي بيستعلم، فكال كيبن كوغاشتي، اي فريق تشجع. في ستة، فوتر مي، صديقك اكسبريم، بيعبر عن سيجو سبورتيف، عن ميوله الرياضية، هو بيقول، يبقى هيقول طبعا جي بريفير لسبور دو كيب، انا بفضل العاب الجماعيه. في رقم سبعة، فو باغلي دو رول، انت بتتحدث عن دور المدرب، ففو ديت، انت بتقول طبعا هو بيحكم المباراه، بيضع خطه اللعب، هي دي صحيحه، هو بيضع خطه ايه اللعب. طيب في الجمله اللي بعدها، فو دي موندي، انت بتسأل افوتر مي، صديقة سونا في، احنا قلنا او في يعني رأي، سونا في يعني رأي، سونا في سيغ لونترينمون، رأي عن المدرب، رأيه عن المدرب، كلمة رأي، رأيه عن المدرب، فهو طبعا فوديت، فانت بتقول طبعا كومون تي تروف تون انترينير، كيف تجد ايه مدربك اللي هي الاخيرة عندنا، لان انت بتسأل عن صديقك، عن رأي، عن المدرب، رأيه عن المدرب. طيب بعد كده في رقم تسعة، انا مي صديق فودي موند، بيسألك لو رول دو لاربيتر، دور الحكم ايه، هو بيقول كاليلو ترافاي دون اربيتر، ما عمل الحكم، ولا التحكيم كاس كون بونس، كاس كي تي اون بونس، يعني ماذا تعتقد فيه. طبعا انا عندي وسؤال اخير، كومون سابيل لاربيتر، ما اسم الحكم، طبعا صديقك بيسال، هو بيقول يبقى انا عايز سؤال مش عايز اجابه، يبقى اختار الاولانيه اللي هي دور الحكم، طبيعه عمل الحكم، كل دي اخد بالي منها. في رقم 10، فو بارلي دو زيكوبمون، انت تتحدث عن المعدات، دولا ناتاسيون، معدات السباحه، فو ديت، فبتقول طبعا اون بيزوان دو راكيت، ولا بورناجير الفي ان مايو دو با، يبقى هي دي طبعا. بعد كده في رقم 8 بنقوله ايلي ويتير، الساعة 8، اي فوز افي اون رونديفو، انت عندك ميعاد رونديفو، ا 6:30، الساعة 7:30، فوديت، انت بتقول طبعا 8، يبقى انا متأخر، جو سوي الاغ، انا في الميعاد، ولا إليت أن كورتو، يعني الوقت لسه مبكر، ولا جي سوي أون ريتارد، أنا متأخر، ولا جي سوي أن أفونس، أنا مبكر جدا أو متقدم عن معادي، رايح بدري، طبعا جي سوي أن ريتارد، أنا متأخر. فوتر مي صديقك فودي موند، بيسألك سو كو فو فات على بيسين، ماذا تفعل في حمام السباحة، فأنت بتقول جيناج، أنا أسبح، جيناج يعني أنا أسبح. رقم 13 بنقوله فيها فو ترامي صديقك فو دي موند، بيسألك لكيبمون دي باتيناج، ايه هي المعدات بتاعت الباتيناج، التزحلق، الباتيناج، طبعا الباتيناج الفوق دي باتان، باتان، باتان اللي هو حذاء التزلج، الباتيناج، الباتيناج طبعا التزلج على الايه، الجليد الصناعي.
في رقم 14، في رقم 14 عندنا بنقوله فوترامي صديقك، صديقك فوترامي يعني صديقك. فودي موندي بيسألك لو سيكليسم سيكوا، ركوب الدراجات هو ايه سيكوا، فانت بتقول له سيتان كور سابيلو ولا ابيي ولا اموتو ولا ان فواتير. طبعا احنا عارفين الفواتير ده اللي هو الفورميلا، ماشي، عارفين طبعا ان السيكليسم هاخد فيلو على طول، فيلو سيكليسم دراجات، يبقى اروح لكلمه ايه فيلو. طيب فوترامي صديقك، فوترامي صديقك. فودي موندي بيسألك عن المكان المثالي لممارسة السكي، تزلج، سكي تزحلق يعني، ها المكان المثالي المونتاني جبل. فوترامي صديقة أريف توجور عن ريتارد، يصل دائما متأخرا، فأنت بتقول له إيه، ها زي ما سمعنا في الإيه في القطعة، إلي شامبيون دو ريتارد، هو بطل في التأخير. إلي شامبيون دو ريتارد يعني هو بطل في التأخير. فوتر أمي فو ديموند صديقك بيسألك لا ديفينيسيون دي جوجانج، تعريف الجري بسرعة أو المشي السريع، ها هو كورس أبيي، كورس أبيي، ها ما هوش نوع من الموسيقى، هو جري على الأقدام، مش رياضة بتمارس في البحر، مش مادة دراسية. الجملة اللي بعدها بنقوله فودي موندي، أنت تسأل صديقك ليكيبمون دو بادمنتون، ليزيكيبمون دو بادمنتون، إيه هي المعدات بتاعة تنس الريشة؟ الفولون. أول ما ألاقي تنس الريشة ما عنديش إلا كلمة فولون وآخد بالي منها. طبعا جو يعني قفازات، بالون جوانتي وقفازات يعني، بالون يعني كرة كبيرة، ما يدوب اللي هو زي البحر. فو بارلي انت تتحدث، فو بارلي دو فوز سبور بريفري، عن دي انت تتحدث دي فوز اكتيفيتي سبورتيف بريفري، عن انشطتك الرياضية المفضلة. فو ديت فانت بتقول طبعا على طول هقول انا بلعب جيتار، بعزف على الجيتار، ولا بأشارك في عزف موسيقي اوركستر، ولا جيجو او فولي بول. طبعا انشطتك المفضله الرياضيه يبقى فولي بول، ولا طبعا بعش الرسم الاخيره دي. فودوني انت تعطي راي عن رياضه فرديه، فبتقول ايه فوتبول ده رياضه جماعيه، الناتاسيون دي فرديه، يبقى الناتاسيون رياضه محفزه مشوقه، هو ده رأيي عن الرياضة الفردية. فودي موندي في رقم 21، فودي موندي افوتر مين، بتسأل صديقة سيكو فوستاد ماذا يمارس في الاستاد، هو بيقول انا ماذا يفعل في الاستاد، انا بشجع فريق المفضل ولا بمارس السكي ولا بشاهد فيلم ولا بمارس الاسكالات. طبعا هنا يبقى فيه هنا معناها يعمل مش يمارس، يبقى انا بشجع فريقي. طيب فودي موندي انت بتسأل صديقك سون سبور بريفيري عن رياضته المفضلة، فهتقول له ايه، طبعا هتقول له تي كال كاسك. طيب نقروهم كله، كاسك فو فات دون لافي، ماذا تفعل في الحياة، شغلتك ايه يعني. طيب فو بريفيري كال سبور، انت بتفضل اي رياضة، ولا كال ميوزيك بريفيرتي، اي موسيقى بتفضل، ولا تي بريفير كال ماتير، بتفضل اي مادة. طبعا فو بريفيري كالي سبور. طيب فو زيكسبليكي، انت بتشرح افو ترامي لصديقه كومو ال فا لا باتينوار، كيف يذهب الى ساحه التزلج. فو ديت فبتقول اعبر الكوبري واستدر يمينه، ولا سيو اون في دو باتانا جلاس، ولا جو ماليغ لا باتينوار، ولا جابيت كوتي دو لا باتينوار. طبعا بوصف، بوصف بشرح ازاي يبقى ترافيرس، اعبر الكوبري واستدر يمين. في رقم 24 فوترا مي فو ديموند صديقك بيسالك فوترا في عن رايك سيغ ان ماتش، عن مباراة كرة قدم، هو بيقول ما هو بيسالك عن راي عن مباراة كرة قدم، يبقى عايز السؤال عن الراي، يبقى هاخد كومون تروف تي سي ماتش.
Vous adorez la musique. أنت بتعشق الموسيقى. فبتقول La musique c'est ma passion. الموسيقى عشقي، هوايتي، حبي. الموسيقى عشقي أو حبي أو هوايتي. ها، ناخد بالنا عشان لو الصورة مش واضحة. طيب هركز كويس برضو، بقول وبقول للطلبة وخاصة الطلبة بتوع الدرس، دايما في نقطة غلط وانا هسألك فيها في الدرس. جماعة اللي بياخدوا المحتوى بتاع الفيديو وينقلوه وخلاص من غير ما يذاكروا كويس، غلط غلط غلط. معلش اسمع الفيديو استفيد منه، لكن مش تسمع الفيديو عشان تحل المسيو بتاعك او تحل عندي، كده غلط. تعالوا نركز مع بعض. Moi je fais du، ها مذكر. Nous on fait du برضو مذكر. Vincent aime faire de la course سباق الجري. Nous faisons des sports عشان جمع. في نو با الجملة منفية يبقى دو. إن نم با فير النفي ما وقعش على فير يبقى حسيب دو ألا أبوستروف على طول. فيد فو دو سيكليس كل الكلمات اللي بتنتهي باسم فهي مذكر. جوليان نو في با، جوليان نو في با الجملة منفية. بعدين ألعاب القوة، اخد بالي منها كويس قوي وحسيب النقطة دي انتوا تحلوها على اساس انا ما احلها شوية. داكو في رقم 9 دو لا جيمناستيك. دو لا طيب كون دي فيتي دو الا بص عشان مبدوع بحرف متحرك كيتاسيو يعني فروسي. جي في بكو دو سكي، دو سكي بس هنا هتبقى دو بس عشان جه قبلها ظرف من ظروف الايه الكمية، ظرف في النافية وظرف من ظروف الكمية. طيب ناخد بالنا بقى وهنبدأ نشتغل اكتر على فيرب جوي. ها ناخد بالنا اول واحدة اللي بعدها الباجوة على بيتون. بريفير لا كورس ا بيي. الجو بيان، الجو بيرو مليون يبقى او. احنا قلنا العاب اللوتري او من يكسب المليون. مون كوبان ام جوي او جولف. دومينو ها او جمع. ايشاك او ها جم. باسكي او. جوي روغبي او. هوكي او. بادمنتون او. احنا زي ما قلنا يا جماعة نلاحظ الصح والغلط. انا قلتهم كلهم نلاحظ الصح والغلط، لان احنا دايما نعمل واحدة غلط. ليه؟ عشان الجماعة اللي بياخدوا لمجرد النقل بس. حاول تفهم القاعدة بتاعتك عشان تشتغل عليها. طيب نو اون، ها اون بتتصرف زي مين؟ زي ال. ها موا جو في او بعده يبقى هاخد فيرب جوي. في او ده ايه؟ يبقى دي بتاعت جوي. موا جو في دي يبقى بتاعت فير. اللي بعدها فو في او، ها في او يبقى هاخد جوي بس متصرفه صح مع فو. اللي بعدها جو في لو يبقى براتيك او بريفير او ديتيست، ها يبقى على طول عشان التصريف صح. في افعال من افعال الايه؟ الميول. موا جو لو، ها لو يبقى انا عايز ايه؟ مش بريفير مش نافع يبقى براتيك. ها فو لا مارش هنا لا يبقى انا عايز فعل من افعال الميول. ها طب فو يبقى خد او زاد او الممارسه. تي تي دو يبقى انا عايز فير. اون يبقى انا عايز جوي مع اون. ها شايفين؟ يبقى انا باخدها على اساس حرف الجر. يبقى الاحظ الفعل اللي قدامي انا هشتغله ازاي عشان الفعل يمشي معايا وتبقى الدنيا ايه مظبوط. طيب نسمع الصفحه اللي بعدها.
جوليا اي موا، اي اسم زائد موا بيساوي ضمير نو، يبقى انا عايز فيزون. ما سير بوكو دو، ده في دو هنا، يبقى انا عايز في، وما سير بتساوي ال. طيب تي جو او باسكي؟ نو جي في دو لا ناتاسيون. دو لا ناتاسيون، فير بياخد دو على طول، وهنا دو لا عشان كلمة ناتاسيون مؤنث. جي جو تري بيان، او جوي بياخد او والا، واند بال احنا قلنا انها مذكر مبدوء بحرف ساكن. ال سونترين، ال سونترين، ال سونترين، رحنا فين معلش؟ رقم ثلاثة، ال سونترين كومبيان دو فوا، بتدرب كم مرة؟ كومبيان دو فوا. سي انترينيز، طب انا عارف المبدوء بحرف متحرك بياخد ايه؟ بياخد دايما صفات الملكيه المذكر، يبقى تون. كونسي، طب كلمه كونسي جمع مذكر، يبقى كل. طب في رقم ستة، جون في اكتيفيتي، يبقى بلوزيور اكتيفيتي. بلوزيور بيجي بعدها اسم جمع، مفيش بعده أداة. كلمة بكو عايزة أداة، أم بو دو مش هتنفع، ده دو هتبقى دو أبوسترو. تري بيجي بعدها صفة. الاسكالاد ايه؟ الاسكالاد بيكون، طب اسكالاد دي مؤنث، يبقى فيولونت. لكن الاسكالاد دي تنس بور، يبقى أنا بوصف رياضة، رياضة دي مذكر، يبقى فيولون. الاسكالاد واحدة من الرياضات، طب رياضات هنا جمع، يبقى فيولون. طب جيم بكو، احب كثيرا، لو، لان ايمي هنا هو الفعل الاساسي في الجمله، هو اللي مسيطر في الجمله عندنا، ايمي هو اللي مسيطر، يبقى اختار له على طول. ميكوبا اصدقائي، ميكوبا فيه دي، يبقى اخد فير على طول. طب فين فير؟ فون، عشان متصرفه معايا. في التمرين اللي بعده، اكتيفيتي جمع مؤنث، كلمة اكتيفيتي جمع مؤنث، طب ما فيش كلمة مش هتنفع، يبقى كومبياندو اكتيفيتي فيدفو. طيب جول مي دو باسكي، طب كلمة باسكي جمع مؤنث، يبقى اخد ايه؟ فيرت؟ لا. نوار؟ لا، ده انا عندي مارون. اول ما الاقي كلمة مارون واورانج اختارهم على طول، طالما صفات الوان تتبع الايه؟ الاسماء، يعني هتيجي بعد الاسم يعني. اربيتر اي نيرفو، ده كلمة اربيتر تنفع مذكر او مؤنث، بس نيرفو هنا مذكر يبقى ست، نيرفو مذكر يبقى ست. طيب علي بورت ان تيني، طب ما هي كلمة تيني معناها زي، وهو موضحها لي بأداة نكرة مؤنث، يبقى بلو على طول. هكمل جو بارتيسيب ها على على كورس. طيب جو ني في با، ها اتفقنا الجمله منفي، يبقى دو. جي نيم با فير، النفي ما وقعش على فير، يبقى دو لا ناتاسيون. تي ام امير، طالما فعل من افعال الشعور او الميول، جه هو السائد في الجملة، يعني هو اللي ماشي في الجملة الوحيد، يبقى اختار معرفة على طول. بيتونك مؤنث، يبقى لا. تيم جوير، ما جاش امير مسيطر، هذا ما جاش هو سائد، هو البطل بتاع الجملة، لا ده في جوير، جوير الا بيتونك، ان انا عارف جوير بياخد الا. اون نيم با يوجا، احنا بنحبش اليوجا، يبقى لو. لو فين لو؟ يوك اون نيم با لا لي لو، يبقى هنشطب الاس ده ايه ونخليها لو، ها عشان يوجا مذكر. طيب بعدها رقم 11، سبور جمع مذكر، يبقى كل. جي ني في با دي تو، انا لا امارس اطلاقا دو، ها فين جمله منفيه عاديه خالص. ها ال ني بريفير با فير، هو ما بيفضلش ممارسة يوج، يبقى مذكر، لأن فير ما وقعش عليه النفي، ما تحبس ما بين الني والإيه والبا. طيب ها نكمل مع بعض. في رقم ثلاثة، أتي بيزوان بور فير دي فيلو، أول ما تلاقوا بيزوان يا جماعة يبقى دوكوا، أي شيء تحتاج.
Équipement, يبقى quel, جمع مذكر. Équipement, جمع مذكر. L'entraîneur nous dit, المدرب قال لنا. ها؟ المدرب قال لنا يبقى الأمر مع مين؟ مع فو. قال لنا اتدربوا كويس قبل المباراة. ها؟ احنا عارفين إن الأمر دايما بحط فو طالما الأمر مثبت بعد الفعل. في زاد فعل زود ضمرين. تي فا بارتيسيبير أ كومبيتاسيون، ده كومبيتاسيون آخرها سيون يبقى جمع مؤنث. منافسة أو مسابقة. جي أدور لسبور، أنا بعشق الرياضات الفردية individual عشان سبور جامع مذكر. Je n'aime pas les activités، activity جامع مؤنث يبقى individual. Elle fait bien. دي أنا عارف كويس قوي إن فير وجوير مع الآلات الموسيقية بتاخد دو وأتبعها طبعا. إني فون با دو جيتار. طول موند كل الناس أو كل العالم، طب أنا عارف إن دي بتساوي ال، يبقى هنا لو، يبقى أنا عايز فعل من أفعال الميول أو براتيكير، يبقى عندي براتيك، عندي براتيك، عندي براتيك، باخد بالي منها. ما شاء الله شوية تمارين كتير جدا. عن نكمل مع بعض في صفحة 28، مكتوب موا موا. جي نيم با، أنا لا أحب طبعا له مذكر، الكلمة دي اللي هي المشي السريع، مشي السريع. الفو يلزم، أنفيي أنفيي شبكة، أنفيي بورجوير التاني. الجو بيان أو بادمنتون، أو خلاص عرفنا جوير بتاخد أو. طيب شوف جي جو عشان بعدها اداه نكره ما حصلش ادغام. ها اليا اينير منذ ساعه اون، فاكرين بقى منذ زائد زمن، ها يبقى فياندو زائد مصدر فعل، ها يعني ماضي حديث. وجوردوي النهارده اني فون با ايكيتاسيون، طب ما هي جمله منفيه يبقى دو ابوستر. جو ديتيست لو، انا عارفين كلمه يوجا ما تاخدش الا ابوستر. ايه سي مايو اون ساتان اون كوا، المادة الخام، السؤال بتاع سنة تانية، اون كوا المادة الخام. كالي ها طوني كي بريفري، ما فريقك المفضل، عشان كلمة اكيب مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك. مي كوبان جو بروبوز دالير، يبقى جي فو بروبوز، عشان هنا مي كوبان بتعتبر منادى. جي اون كوراج سات كيب سات مؤنث بقى. اللي بعدها تي بريفير، انت بتفضل لو اند بال، واحنا قلنا كلمه اند بال الاش هنا منطوقه فبن ايه ما بتاخدش الا ابوستر. ميكوبا اصدقائي، اصدقاء بتساوي ضمير الى فيك اس يبقى فون. تترن اون جيم او جيمناز، تي تون ترن يبقى او عين عشان الاجابه هنا مكان. نو اون، اما يكون نو اون في فاصله، في فاصله عندنا اهي، يبقى هشتغل على الضمير الثاني، ما فيش فاصله هشتغل على الضمير الاولاني، في فاصل اهي، يبقى اون هنا باخد في على طول متصرفه مع الضمير ال. سي ماتش هذه المباراه، كاسكو تي اون بونس، اون على طول اون بونس هاخد دي. جي نيم با فيغ، انا ما بحبش ممارسه، ها فير اهي، يبقى دي عشان بعدها جمع، النفي هنا مش مؤثر على فير لانه ما تحبس ما بين. لا بوكس اي بلو، طبعا لا بوكس هنا مؤنث يبقى فيولونت فيولونت. نكمل في الصفحه اللي بعدها، لا بوكس سي بلو، ده في هنا سي يبقى خد صفه مفرد مذكر على طول بعد سي صفه مفرد مذكر. نو في زون رجبي، يبقى دي رجبي. ها جولي بيان او فولي بول، ده في فولي وفيه او يبقى انا عايز جوي، يبقى اهي جو. جيفو في ضميرين ورا بعض اشتغل على الضمير الاولاني يبقى انفيت. طيب لو بالون سون جمع مذكر يبقى فير. لي بالون سون دي ان كولير، دي كلمه مؤنث يبقى فيرت من لون كذا. سي سون دي باسكي، لا سي
طبعا الحاجات اللي بتدل على الموتيف والاشكال في الملابس بتاخد حرف الجر. La paire de chaussures، ها La paire de chaussures ده هنا كلمة مؤنث ومتصرفة مع مفرد، يبقى انوار. سانو مع صا دايما بيصوت ضمير ال، خلي بالكم اصرف زي ال، يبقى سانو كوت هذا يكلفنا غالي جدا. اجوردوي اليا دولا بلوي، اليا بتاخد اداة تجزئة مع العناصر اللي بتدل على الطقس. تاش، طب ما تاش مهام منزلية، ودي جمع ايه؟ ها تاش مهام يا ودي جمع مؤنث. لاباج ايه؟ كل المواد الخام بتاخد حرف الجر اون، الخاتم بيكون من الفضة. اكسسوار جمع مذكر. اجوردوي النهاردة، تريشو طب الفو على الفي الفي. اللي بعد كده جونم با، انا ما بحب السات كولير، سات كولير. دوما غدا، لوكيب طبعا دوما يبقى مستقبل، اللير زائد مصدر فعل يبقى فاجوي فاجوي. اخر جمله في الصفحه دي جان منادى، ليفت واتو استيقظ مبكرا كل صباح. بعد كده فاضل الجزء اللي فاضل ده، وده احنا بنحله مجمع مع بعض، يا ريت ناخده واجب ونكتبه عندنا باذن الله، ونشوف الكتابه شكلها ايه. وانا هشرح طبعا الايميلات بتاعه الوحده كلها مجمعه هي والمواضيع. اتمنى لكم السعاده يا رب، و ميرسي قوي على ملاحظاتكم الكويسه. وبنبه اهو على الطلبه اللي بياخدوا الاجابات بس عشان مجرد ان هم يحلوا يبينوا للميسيو ان هم حلوا، في الاجابات دي اخطاء، والاخطاء مقصوده داكو، وخاصه للطلبه الموجودين عندي في مجموعاتي. اتمنى ليكم السعاده، والى اللقاء في حلقه قادمه قريبا جدا باذن الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراككم في القناه والكومنتات بتاعكم، وميرسي جدا.